سلام، درت الدجاج اليوم على طريقة ديالي. درته في الفران، درت جناح تاع الدجاج. انا غادي نقول لكم كيفاش درت الطريقة. بعد ما غسلت الجنحان، حكيت فيها واحدة لي سيترون، من بعد خليته في هذاك الماء وخليته في الماء شوية، ومن بعد درت له صافي قطرته من هذاك الماء اللي فيه، ودرت له العطور نتاع الدجاج، ودرت له واحد هكذا زوج بصلات قطعتهم وصافي ما حكيتهمش، وبلا قصبر بلا والو غير هكذاك، ولكن درت له هذا، درت له العطور نتاع الدجاج. من بعد درت له شويه زعفران وشويه الليم مصير وشويه الزيت، ماشي بزاف، انا غادي نوريكم. و هو درت له هذا، درت واحد معلقه ولا كاع زوج على حسب المذاقيه، وشنو هي ما ديروش الملح لان هذاك فيه ديجا فيه الملح. من بعد غادي ديروا واحد شويه نتاع اللي مصير عليها، ما ديروش الملح لان فيها هذا، فيه الملح، هذا العطور توابل نتاع الدجاج. ديروا نتوما على حسب الرغبه ديالكم، انا درت زوج هكذا كبار، وديروا شويه زعفران وشويه اللي مصير وشويه الزيت. ها هو شفتوا النص تحت النص، عاد ماشي حتى ربعه، غير شويه هكذاك، شويه شويه، قولي ربعه نتاع معالق ولا كاع خمسه هكذاك. هكذا هو شفتوا هنايا النص، كاين النص ولكن ماشي النص، شويه الربع منه ولا الثلث. ومن بعد البصل غادي تقشروه وتقطعوه وتخلطوه مع هذاك هذاك الجناح تاع الدجاج. من بعد ملي غادي تخلطوه فيه كله، غادي تخليه هكذاك واحد ساعه كامله. ملي غادي تخليه واحد ساعه كامله حتى يترقد بيه في هذاك العطور تاع الدجاج، انا ما درتلوش قزبر، درت له غير هكذا البصل وحركته معاه، ودرت له هذيك الزيت. ومن بعد درته في واحد الصينيه تاع الفران، ومن بعد الصينيه تاع الفران غطيته بالبابيل سلفوريزي، ومن بعد درته بهذا بابيل سلفوريزي والبابيل الومنيوم، ومن بعد خليته لتحت يطيب. انا عندي الفران يدير لتحت والفوق، لو خليته لتحت يطيب، من بعد يطيب تعرفوا هكذاك ساعه ساعه هو يطيب، وهو هذاك بالبابيل سلفوريزي وهذا والبابيل الومنيوم. من بعد ملي تعرفوا باللي صافي راه قريب يطيب، يا ديروا له تقلعوا منه هذيك البابيي وتخليوه حتى يتحمر وصافي وتقدموه. ها هو البابيي سلفوريزي، كيف غديروا له؟ ها هو غادي ديروا هذيك الصينيه، الاول ديروا بابيي سلفوريزي على هذاك الدجاج، ومن بعد ديروا عليه بابيي الالومنيوم وتسدوه مزيان مزيان كله، ومن بعد ديروه في الفران. وصافي وهكذا يخرج مزيان بلا ما، بلا حتى شي نقطه نتاع الماء، هو غادي يطلق الماء ديالو والروا ديالو كله.